ده نسيج عباره عن شبكه من الخطوط. لو انا الخطوط دي بقى ثابته، عددها ثابت في الفرد الواحد، يعني انا كجنس الانسان عندي 46 كروموزوم. 46 ايه؟ كروموزوم. 46 ايه؟ كروموزوم. الكلام ده المفروض من تدريس السنه اللي فاتت. ديت خيوط بتحمل الصفات الوراثيه للكائن الحي. خيوط بتحمل الصفات الوراثيه للكائن الحي. الجسم يعني؟ اسمها كده كروموزوم. في جسم كله 46 واحده بس؟ اه، في جسم كل خليه من خلايا جسمي. في كام كروموزوم؟ 46 كروموزوم. المسار عدد كروموزومات وغير كروموزومات. الورده عدد كروموزومات وغير كروموزومات. الياسمين له عدد معين. الذبابه ليها عدد معين. كل كائن حي له عدد معين من الكروموزومات. بيسموها بالكروموزوم. ده ايه؟ ده عباره عن ايه؟ بقول لك الكروموزوم دوت عباره عن خيوط بتحمل الصفات الوراثيه. يعني انا شعري لونه اسود، عينيا سودا، بشرتي بيضاء، مثلا جلدي لونه معين، يعني كل الحاجات كل اللي موجود، رموشي طويله، رموشي قصيره، لساني مش عارفه طويل، بيلف ما بيلفش، كل الحاجات دي صفات موجوده فين؟ على الكروموزومات، نعم. بتحمل الامراض اللي بتصورك.